ما بحب ازعل حدا، بس ازعلك اذا بدي ازعلك بدي احكي لك قصة ما طلعنا على البلد. كانت كتير كبيرة، انا اول ما شفتها خفت، بعد ما طلعت حبيتها، ما خفت اكتر. ايوه وقت ما مشينا شوي المي دخلت على البلم، وكل ما نمشي يطرش علينا مي. انا كنت حاسه انا وامي نغرة يطب البلم هيك بس لجوا نغرة. كل ما بمشي هو مش ده، كل ما بمشي هيك نقرة صغيرة، كل ما يمشي يطرش علينا مي. وانا كنت لابسه هيك مسكي نفسي، وكنت بردانة كتير كتير كتير. بعد ما بردت خفت كتير 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 كتير. في وحدة بيت كانت شنطتنا وهي بالها شنطتها، قام شلت عطتها للزلمة كانت باقي البحر، وكان كل أغراضي جداد. بعد ما لبست لبسة، أي أول بس مرة لبست لبسة، بعدين شلحته، بعدين قطت لما ما خليني ألبسه. بركي يعني بركي يا مثلا حدا كبرنا غراضنا بالبلام، قلت لا ما حينكبوا يا ماما. قلت لا انا محطوطه بالشنطة، قام طلع كلامي صح، قام نكبه. بعد ما طلعت الشمس طلعت على امي، لقيتها تحت هيك بركة على المي. لأرفع امي، قام رفعتها لامي، قام خلص البنزين اجى هذا تبع صياد السمك، شدنا على الشاطئ. بعد ما وصلنا الشاطئ شقينا البلد، قبلنا الحزامات وطلعنا على الجبل. طلعنا على الجبل كتير 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 هذا. بس أطلع من جهة أقول خلص أرجع أطلع. في ما بعرف وين نمنا، والله نسيت. أنا ما كنت متذكرة كتير. بعد ما وصلنا على هذا نفضنا حالنا، صرنا نروح على الشرطة. بعد ما رحنا على الشرطة قالوا نروحوا. كتير كتير مشتية، يعني اشتقت لها لمدرستي اللي بسوريا. ايوه اشتقت لها لأنستي، وكانت أنستي كتير حبابة، يعني ما كانت تزعلني طويل، وكتير رفقة عندي كان. بس هلا ما ضل حدا، إن شاء الله نرجع مثل الأول، إن شاء الله ترجع سوريا مثل الأول.